بجد؟ طب جبت لي ايه بقى من ريف مصر الاصيل؟ وبعدين ما تخلص بقى، انت مش بتقول لي حاجة عندك بتشغي ومش هتعرف تتكلم معايا؟ طب بس قول لي الاول عملت ايه؟ بعت الارض يا دي النيله. بقول لك انا مش طايقك ولا انا عارف اقول لك اي كلام، اقفل وبعدين نتكلم. حاضر يا عبس، مع الف سلامه يا صديق القلب والروح. ولا سلام ولا نيله، وادي الموبايل كمان اهو. السلام عليكم يا حاج. السلام ورحمه الله وبركاته. والنبي الست عاطف هنا؟ هنا موجود. نقول لها مين؟ قول لها دقدو. خش انت يا عم جعفر، خش اخويا الله يكرمك ولا يكبر بخاطرك. ازيك يا ست عاطف؟ لا مؤاخذه معلم دقدو، لو ما يعني ان المطرح مش مطرحي كنت قلت لك اتفضل. والله انا جاي اطمن على عبد الله، هو عامل ايه؟ الحمد لله فيك. الحمد لله. اصلك ما تعرفيش ده عبد الله ده في مقام ابني. الله يكبر بخاطرك ويطمن قلبك على اللي عندك يا رب. امين. برضك ربنا قدر ولطف، الواد كان ممكن ياخد له مطوه كده ولا كده ولا غزه كده ولا كده ولا يترقده وتعمله عقبه مستديمه. ريحه الشر يا اخويا تف من بقك، الشر بره وبعيد. الحمد لله قدر ولطف. الحمد لله. انا بس يا ست عاطف كان في كده حاجه صغيره كنت عايزك فيها، وعارف انك مش هتكسفيني. لا يا اخويا كسفك، امرني. الامر لله يا ستي. ده انت عارفه ان التوك توك بتاعنا راح. اه. والتوك توك ده رزقنا ورزق عيالنا. أيوة. والدنيا اليومين دول جايبه مرشدير والناس مش لاقيه تاكل. كل والنبي يا اخويا اله يا رب فرجها علينا كلنا من واسع قدر يا كريم. امين. طب بص يا اخويا الكلام هنا مش هينفع، اديني نمرتك ولينا بقى كلام تاني مع بعض عشان ده بس مكان اكل عيش. هرش هرش، انت قصدك عشان السياح يعني وكده؟ طب يلا اكتبي عندك. هات هات اكتب لك نمرتي. هات اهي. انت بقى اخويا رن علي. ماشي خلاص، انا المهم انا هشحن واكلمك. ماشي اخويا، يلا اتكل على الله عشان مكان اكل عيش. اتفضلي. مع السلامه اخويا. في رعايه الله. في رعايه الله. كان عندنا امل في ربنا ان عم صالح يكون عنده دليل براءتك، بس تعيش انت خبطته عربي. يا لهوي يا لهوي على حظ الذكر، انا عارف ان حظ الذكر مش هطلع من المكان ده. يا ده بقى، طب ده كان وقت يتخبط فيه العربيه؟ بس كان يستنى شويه لما يجيب لي الدليل بتاع البراءه. يلا بس هقولك على حاجة، أنا جوه السجن زي مرة السجن، جوه ولا فارق ولا مرة فارق. أنا قال لي هنا الصيادة خلاص بقيت مسيطرة كده، ما أنت عارفة إن احتمال أمسك بعمارة السجن. ما تخافيش يا أم قطاطة، ما تخافيش، أكيد ربنا شايل لك خير إن شاء الله. وأنا عن نفسي مش هسكت، أنا عارفة إنك بريئة ومش هسكت على الكلام ده. يا بكير يا بكير. ايه يا باشا؟ روح هات لي الست اللي بتتكلم مع قطاطه دي. ليه؟ هي سرقت منك حاجه يا باشا ولا ايه؟ روح يا بكير، هاتها في ايدك وتعالى خلصني. حاضر يا باشا. يلا بقى شوف نفسك انت يا حبيبتي، وخلي بالك من عيالك ومن نفسك. خد يا حبيبتي السجاير اللي طلبتيها. بس هي بتخلص بسرعه دي. معلش المره الجايه هجيب لك علبه تانيه. بعتيني شيشه. مزيكا مزيكا يا جابر، عامل ايه؟ كويس؟ جابر نقعد بيغني كل حاجه جوه. مزيكا عايزه مني حاجه؟ كتر خيرك يا بنتي. يلا مع السلامه يا حبيبتي، عزز رجليكي وحواليك يا اختي، خدي بالك من نفسك. ازيك يا فاسي؟ عامل ايه؟ تزرع موبي توبي موبي توبي توبي. ازاي؟ هو كان في حد قاعد هنا؟ كان في حد قاعد هنا؟ وايه علاقة عم صالح بالموضوع ده؟ عم صالح كان شغال عندهم ومش عاجبه حالهم لحد ما حس بالذنب، لأنه شايف الحق بعينيه وساكت مش قادر يتكلم. وعرفتيه منين عم صالح؟ عن طريق المحامي، لأنه قال له في التليفون يوم جلسة ست قطاطة إنه معاه دليل براءتها، بس هو النصيب بقى إنه ما قدرش يقول قبل ما يموت في حادثة العربية. ومات في حادثة عربية كمان؟ الله، ده يبقى حد كان مراقبه. الله أعلم. اسمعي، أنت معاكي تليفون المحامي ده؟ معايا يا باشا.
يا عبطك يا قطاطة، بقى مستنية الدنيا تضحكلك وعايزة تخرجي من هنا بعد السنين اللي انت هتقضيها عشان تسيحوا مستقبلك تاني. مستقبل ايه ونيبة ايه؟ ده انت عايش اكتر من ابو دهود. يظهر ان انا لازم انا سايس اموري واخلص مدتي على خير واخرج اشوف مستقبلي المشرق بقى. يلا بلا محن فاضي. قومي يا قطاطة، الصلبة كير عايزك. ايوه جاية يا عطية. ملك العرب مرة نكد. يعني ياما قطاطة انت ما تعرفيش خالص الناس اللي ضحكوا عليك دول. يا ما قلت لك ما عرفش يا واد. انت بتعرف وجهك ده ليه ولا؟ ما انت عايز خاطر بساعة ما حد بالك يجي يسمع ساعات دلوقتي عم تقول لي يابا قطاطة. دلوقتي الناس دي ما تعرفهمش وخلقت منك. ارجع تاني اسألني نفس السؤال وقولي برضك لما قطاطة الناس اللي ضحكوا عليك فين؟ كده؟ طب انا مش هتكلم خالص اهو. ده وقعد دماغه خلاص. يعني انا بقى شو ليه؟ لا ايه هو انا لسه فتحت حنكي عشان انا عارف ان انت عارف ان انت هتسال نفس السؤال. طب خلاص ماشي؟ خلاص ماشي. اديك مباراه في وسط. لا ما تدينيش، انا مش هدي، انا هسالك سؤال. امال انا هحط بدرك مناخيرك؟ لا هنا كده لا واتحرق في مناخيري. لا خلاص يا ام قطاطة، انا هسالك سؤال جديد لانك غير السؤال القديم اللي كان بيقول ما تعرفيش الناس اللي تحكم عليك خالص دول. ماشي؟ ماشي ماشي. هسألك السؤال ده. ماشي بابا. هتديني ايه بقى الجزة؟ جني دهب؟ ليه؟ هو انا طارق علام اما قطاطة ولا ايه؟ بابا يا ابني اخويا حسيت طارق علام حتى. السؤال بيقول لك ماشي بابا، الناس اللي تحكم عليك دول انتوا ما تعرفهمش خالص؟ انت ايه يا واد؟ هو انت واد يا جاري؟ تعال هنا يا واد. بعد ما فيه هنا في دماغك ده؟ فيه دماغ في مخ. مش راسك بعد برزة؟ لا. انت عندك بعد برزة في دماغك؟ لا في مخ. ما انت بعد دماغك ده ايه؟ الله. انت حبيبتي يا ام قطاطة، وكل اللي انا عايزه يعني افرح ببراءتك كده. مش عايز براءة. انا مش عايز براءة خلاص، كرهت البراءة. انا حاطب من الناس يمدوا المدة بتاعتي، ماشي؟ خلاص؟ لا. كده؟ لا. وبعدين ده من عبد انت بعد ما تصير يا نهار ازرق، انت نمت من قبل ما تجاوب على السؤال اللي بيقول. يلا يا واطي، يلا يا واطي، ده مدرك يا الفاضي برضه جاي تاني يا ولادي. يلا ارسل. أول ما كلمتني يا أختي أم إسراء في التليفون دريت وصلت البيت. ما تسألنيش وصلت البيت إزاي. وأنا هسألك. دخلت لقيت اسم الله على حبة عين أم. اسم الله غرقان في دم ووشه مزرق وإيديه مزرقة. قلبي وجعني، قلبي وجعني على ضنايا يا قطاطة. يا حبيبتي يا بنتي، طب أنتوا ما عملتلوش كشف تبي بالسنان؟ لا بس جيراني كتر خيرهم ويكبر بخاطرهم ربنا، جريوا على المستشفى قالوا لهم هاتوهن كمان 3 4 ايام نكون حجزنا له دور. ويخش الجيش؟ لا ابني لسه سنه ما جاش للجيش خالص. ماشي. ما انت ما عملتيش حاجه بقى في دم امهم؟ اعتدوا عليها؟ اعتدوا على مين؟ اعتدوا عليها هي؟ هي مين؟ اعتدوا على التوك توك. التوك توك؟ ماشي. بعدين اتاريهم بقى كانوا حاطين عينيهم على التوك توك وقاطرين الواد. ماشي. ابني بقى الموكوس ماجوة. مش يديهم التوك توك ويخلع؟ ما عمل 100 راجل في بعض. هجم عليهم ماجوة. مساكوت كتروا عليه، قطعوه، بهدلوه، وزرقوا له جسمه. بداوي. وحصل اللي حصل. وحصل اللي حصل. بداوي. وحبل هم حصل اللي حصل وعمل اعتذر عليها. مين ده اللي حبل؟ مش بتقولي حصل اللي حصل ولا ايه؟ بصي اعملي كشف باللي حصل ده عشان تاخدي النفع في المحكمه، النفع بتاعت الجواز لما هي حبلت.
مين دي اللي حبلت ونفقت ايه؟ مش انت بتقولي بنتك عطلة مسكوها في التوك توك؟ عطلت مين؟ يا ابو ليه؟ اللي عطلت مين؟ عطلة مش عندك بنت اسمها عطلة؟ وهو لو في بنت اصلا هيبقى اسمها عطلة؟ بقول لك عبد الله ابني. طب مين اللي حبل؟ مين؟ مفيش حد حبل، ده انا اللي شكلي هحبل منك يا قطاطة عشان انا خلقي في حلقي. تحبلي مني؟ اه. ليه قاعدة قدام محمود المليجر انت الكلب يا معرفنة؟ واحنا هنضربك نضربك ونسرسم. طب يا على ايه خليها عنك، ده انا اللي هضرب نفسي اهو عشان قعدت معاكي وباخد بشرط. هك بس انت تضرب. يا نهار ايه ده؟ ده انت خنيقة. يا نهار انت الكلب. افوت عليك وعبطني اللي جرتك. يا ريتهم كانوا سلموا عليك الحنفية. بنت الكلب. قطاطة. انت قاعدة نفس الرد. قطاطة انت بتكلمي مين؟ بتزعقي مين في ايه؟ ايه؟ هو انت كنت قاعده هنا من شويه ومشيتي؟ لا انا لسه جايه دلوقتي. يعني انا ما ضربتكيش بالسرسر؟ لا. الله. البنت عواطف بقى. مالها؟ عواطف عواطف لغتي بقى مش سايباني في حل كده بقى وعماله فرقه في مكاني وتنقل فيا. عملت ايه بس؟ انا مش فاهمه. مش عارفه بقى هي كانت قاعده ولا مش قاعده؟ بايه اللي كرمت ولا ايه؟ ولا البطاطس؟ البطاطس تكون بتكبس على المراوح؟ يمكن. بس وكبسة على المراوح ومخاطب واحد يخرب. طب ما تقولي لي بقى هو حصل له ايه؟ هو مين ده؟ هيكون مين يعني؟ لبي هو بصي. شايف يا عزيز اللي هناك ده؟ مين بقى ده هناك ده؟ هو ده قصر الزرازير. بقى ألف سلامة يا عزيز. تعال. اتأخرت كده ليه؟ مش عارف كده. يلا بينا. الناس انا على استعداد لارتكاب اي جريمه في سبيل الوطن. لازم نكون بالعقل الراجح عشان نعرف ندي اراء سديده للمتطوعين. الملك فقد صوابه والانجليز الملاعين بيلعبوا بيه روليت. مصر وقعت بين براسن الابلسه. صحيح، كان بودي اعرف مين الشخص الامين صاحب العقل الراجح اللي هيقدر يوصل كلمتنا. في راجل غلبان ومن الدنيا كفران وساكن في حارة شقة تعبان وهو على موعد. وأنا منتظرة الموعد ده. الراجل بتاعنا اهو. سأفضلك يا بدر. ما ايه ما قدمتهوش ولا ايه؟ انت لابس كده ليه؟ تمويع عشان الانجليز. اه شوف قال له كده انك تمويع عشان الانجليز. برافو برافو. عرفوه دوره ايه؟ ده اشتغل او دور ايه؟ يلا يا فندينا. دور ايه؟ يلا يا بلدينا. دور هو دور. يلا دور ايه؟ طيب دور ايه؟ هذا عظيم بعدين. اتفضلوا يا اساتذه بره لو سمحتوا. ايه ده ورشه خراطه دي ولا ايه؟ ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ اقلع. ها؟ اقلع. ايه ده ايه؟ يلا اقلع عشان مفيش وقت. يعني عيب عليك مفيش وقت ايه تقلع ايه؟ ما كل ده عشان خاطر مصر عشان خاطر ولادنا. ايه عشان خاطر ولادنا دي؟ يعني انت هتتجوزني ولا ايه؟ انا مش فاهمك يا عم، ده بيتكلم في ايه ده؟ ايه يا عم انت موزع الناس بره وجاي خد البس. ايه؟ البس. اه البس دول يعني. تصدق انا افتكرتك شمال. يعني ايه شمال؟ لا شمال ده هبقى فاهمالك بعدين يعني. مصر. نعم. مصر. مصر. انت بتوقف بجو ولا حاجة؟ مصر. خلاص مصر مصر ملاكة ولا أجرة؟ يجب ألا نحيد عن الطريق. هنصطادوا بطريق؟ هتجيبوا طريق؟ طريق بطريق؟ ولا ايه؟ انت عطفة حنطور وانت عطفة شبارة وانت شارع سردينه وحلقه السمك. ودي امتحانات ولا ايه؟ توزيع امتحانات؟ وانت جبل المعز وضرب المهابيل. وانت قلع القميص. نعم قلع القميص. قال ايه يا جدعان؟ قال اول اخش جوه ورشه الخراطه يقول اقلع الهدوم وانت تيجي هنا تقول اقلع القميص؟ قال اتفق لنا ايه؟ مزه ولا ايه؟ حلوه كلمه مزه دي. هتكون كلمه سر الليله. نبع عسل انت. خد. نعم. دي مجموعة قنابل. يا راجل ايه يا عم انا مال ولا قنابل؟ وكل الحلقات مربوطة بالسلك ده. اه ساعة ما تخرج مجموعة الوزراء اه تروح شلل السلك ده.
وانا شايف القنابل. ايوه تقوم القنابل منفجره وتقضي على المجموعه الفاسده. لا والنبي، وانت هتكون فين؟ انا مع الصوار. والصوار وانا هكون فين؟ هتبقى في الجنه ونعيمها. لا والنبي، وهو ده دورك. ايوه طبعا هو ده دوري. تصدق بقى انا كان عندي اخد دور اللي بيقلع احسن. ليه بتسميها كده؟ انت بطل بتقدم رساله. لا انا مش عايز الرساله دي، انا بغنى عن الرساله دي. انا مش عايزها، انا مش عايز اموت شهيد، مش عايز اموت النهارده، بكره، بكره الساعه 7:30. الله، مختار الدنجره وبعت لحد من رجالته كمان بالشكل ده؟ انت خاين ولا ايه؟ لا يا عم خاين ايه؟ خاين ايه؟ لا ده انا بنتحن وطنياتكم يعني، بشوف ان انا لما مش هنفنجر نفسي ده يعني بلعب معاكم كده يعني، انما انا وطني، انا وطني وطني. لازم نسحق الانجليز من اجل الوطن. ايوه لازم نضحك ناس تحت الانجليز من اجل البطل. ايه؟ نقعد نسحق الانجليز من اجل الوطن. ايوه ايوه بس بالراحه شويه، هتفيت انت البواسير تبقى مش كويسه عشان خاطر الحاجه ما تزعلش عليك. الوطن يا عزيزي يستحق يكون في مكانه الاب وفي مكانه الام. والابن كمان، فداك ابي وامي وابني يا وطني. على فكره انت قشطه قوي حسن. احتشم. يعني احتشم؟ أنا هوزع المنشورات وأنتم تعالوا معايا نجيب المسدسات. تعالوا معايا، ده كان أخرس ولا؟ ربنا معاك. نتقابل بعد التفجير. ها أفجر وأقابلك على طول. أنا الناس دول بان عليهم مجانين، خصوصا الدلع اللي كان عمال بيحزق جنبي ده. يلا مش دي شنطة سعادتك؟ مع السلامة يا عم الساوري. في جنة الخلد إن شاء الله مع الفكهة. يا حبيبتي يا مصر، يا حبيبتي يا مصر الفؤاد، والنبي على الصعيد واللي عايز يجي يجي، ولا إيه اللي جابني هنا؟ تحيا يا مصر. مع السلامة. مع السلامة يا زميلي. يلا هبل. يا نهار اسود. جنة الخلد ان شاء الله. انت عرفت منين؟ انت عرفت منين؟ عرفت ايه؟ عرفت انهم خونة فقتلتهم. هم خونة؟ اه ما دام انا عارف كل حاجة. انا الخبر لسه وصلني حالا. لا انا ما انا عندي فكر، انا عندي فكر من زمان عرفت. انا معقول لحقت تعرف لوحدك؟ امال ايه؟ من غير ما حد يقول لك؟ لا ما انا اصلا قور يعني كده. يبدو انك ضليع قوي. اه وفتك. وهنئك على ذكائك الراسخ. الرجل ايه؟ وهنئك على ذكائك الراسخ. اه وانا بهنيك على راسك النصح. انا مش عارف يعني انت ايه اللي عاجبك في القعده مع الناس زي دي؟ مش فاهم. المفروض تقعدي في قلب البيت كده مسدده معززه مكرمه. ها ولابسه الفستان الازرق الشيفون ده. تشم يا قليل الحياه. والنبي قمر قمر على حته كمان وانت متعصبه كده. مع السلامه يا رفيق. رفيق بقى بعد الليله دي كلها وعمال الغيك وقلت خلاص انا وصلت معاكي وكده وفي الاخر ابقى رفيق. تحب في رفيق؟ ماشي يا ست، بس انت المفروض كنت تجرب الاول اللمبي قبل الرفيق ده. على طول لو شفت رفيق ده لاظبطه. بديع قوي. اقبضوا عليها. ايه 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 الضرب ده؟ عيد ميلاد مين ده؟ عيد ميلاد. برافو برافو. فكرة هايلة يا علي إننا نتقابل في الأوتوموبيل بتاعي وأغني شفاغ العيلة مننا وعلينا. خدام سموك يا ست الكل. تتملي أسراني بأفضالك يا إنجي. ما تتصوريش، أنا بنتظر اللقاء ده بفارغ الصبر. العربية البيضة دي! لا مستحيل، مش متصورة. علي عم أغني أرجوك انزلوا انزلوا هاتوه. لا نجيبه فين؟ واحنا نعرفه منين؟ علي
أنا ما كنتش أعرف عنك الخسة. خسة؟ أنا خسيس يا إنجي؟ أنت اللي اضطريتني إني أبوح بعبارة مؤلمة زي دي. لكن أنت جرحتيني يا إنجي، أرجوكي تراجعي عن اللي أنت قلتيه. من فضلك ما تلحش عليا أكتر من كده. هتوه أدمك نادي علينا يا علي فندي، كل ما تركب معانا العربية أخبط لي واحد. أنت بتعيرني عشان أنا ابن الجنايني؟ انزلهم انزلهم انزلهم. يا جدعان ساعة عشان تنجوني. ألف سلام عليك. أنا خابط ديب ولا بني آدم؟ طبقت الكابوس. هو متشنج ليه كده على فندم؟ واضح ان اصابته بليغه جدا. عملت له انا فين؟ انت في الاوتوموبيل بتاعي. اوتوموبيل؟ ايه اوتوموبيل دي؟ صدمتك عنده ناس. وانا يهمك؟ لقيت ريائي من سنك. اصدميني كل يوم بس افرشح عينيا الاقي الوجه الصبوح المقرمش ده. ايه ده؟ انت بتتودد لي بجرأة كده ليه؟ ايوه ممكن ابوسك كمان. كلامك فيه تلميحات. انت اسمك ايه؟ اللمبي. يا لمبي افندي. ايوه كلامك يوحي بمعاني تحمل كل ود وطمأنينة للقلب. ايوه تحمل كل ودن وطمأنينة للقلب. ارجوك يا سيد. يا عم انا مش سيد، انا اللمبي. اعرفك يا علي، اللمبي افندي. ايوه احمل كل ودن وطرنبيقة في قلب الطرنبيل. عرفت خلاص، المهم يتهز في حديثه شوية. يا عم تهز بايه وانت بتكلم مقرئ؟ وبعدين هتعزم بحزم لك وشك ده. اوه علي تصرفاتك بقت مضايقاني خالص، ده شيء يتطهق وثقيل كمان. بقول لك يا لمبه فندي، يا ريت تيجي جنبي هنا وتسيبهم يا اخي يندمجوا ويتعمقوا. خليك لماح. والفانوس يبقى مين بقى؟ اورني. اورني بتحسن دخلك يعني بأوراني ده ولا ايه؟ لا 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 خالص، انت فاهم غلط. انا اخر حاجه افكر فيها الفلوس، اهم شيء اسعاد الناس. ايوه وتوفير راس في راس. وبختيني عشانه، وانا اللي كنت فاكر اني لقيت فيك الحضن الدافئ، لقيت فيك القلب الصافي، لقيت فيك. ايه يا عم في ايه؟ اللي لقيت فيك لقيت فيك، انت فاتح ظرف دولاب بتدور على فلنات. انا لما حبيتك حبيت فيك علي الانسان. هي بتعمل كده ليه؟ وبعدين انت اسمك علي الانسان؟ انا اول مرة اسمع عن علي الانسان ده. انا اعرف ان في علي الحجار، علي حميدة، علي ابو علفة، انما علي الانسان دي انا ما شفتهاش في اي كتالوج حيوانات. يا عيانة ولا ايه؟ انت شربت خالص. صحيح زمن مشقلب، زمن عايب. ايه صندوق الدنيا اللي انا وقعت فيه ده؟ على فكره انتوا دمكم تقيل قوي. اكم من مره اقول لك طرفه مبهجه ولا تضحكيش؟ ما هي بقى مساله قبول بقى من عند ربنا. شوف انت وشك راجع ضارب في الحيط ازاي، وشك راجع ورا ما هيضحك ازاي. اطلع يا اورن على اي بنت، اي بنت مشبوه اطلع. كذاب. سامحيني يا انجي، مش هقدر ادخل معاكي، انت عارفه البرنس علاء. افضل اني ما اوجهوش وهو في حمة الغضب. هو مين البرنس علاء ده؟ بتاع الكبدة ولا بتاع السمين ولا مين؟ ده شقيقي.
يعني ايش ايه؟ يعني اخويا. ايوه ايوه. وايه بعد جابوا هنا؟ يعني بعد القصر بتاع علي بيه؟ يا لمبه فندي للاسف ده مش القصر بتاعي. ده قصر بابا الباشا. قصر بابا الباشا؟ طب وايه اللي دخل علاء في ابوكي؟ لانه اخويا يا لمبه فندي. ايوه اخوكي. طب ما اخوك ممكن يكون طعمان في اي حاجه موجوده في القصر جوه ويسرقها. طمعان فيها ازاي يا لمبه فندي؟ ده اخوها. يا اخي انت مالك انت يا اخي؟ يعني انت قاعد كده يعني لا العربيه بتاعتك ولا البيت ده بتاعك وقاعد عواله كده عويل في قلب المكان. انت بتسالك انت ليه؟ الله ابوه بيشتغل ايه ده؟ انا ابويا الجناين بتاعنا. الجناين بتاعنا؟ يا سلام. الجناين بتاعنا على اساس ان انت وزير الداخليه والري. خدام. خدام ايوه. ارجوكوا وانا مش عايزاكوا تشعروا بالزعر. البرنس علاء زمانه ناس تقدروا تتفضلوا معي. وهو كذلك. يا عويل يا اللي ملكش مثيل يا رزيل. بتكلمني انا مش انت. لا انت زودتها خالص يا لمبه فندي. يا راجل اكذب. انا زودتها بلا بتاع وانا بعمل لك قهوه تقول لي زودتها خالص. انت اوشكت ان انت تسحق قلبي بكلامك الجارح ده. يا عم اسحق ايه وانا اعمل ايه وانا همسح اوضه؟ يلا اجري يلا اجري بقى. صحيح يا لمبه فندي، والدك بيشتغل ايه؟ لا انا والدي حاجه تانية خالص. انا والدي تاجر نباتات نادره. نباتات رائع. انا اعشق الزهور. اي نوع من النباتات؟ بامبام من اكبر تجار البانجو في العالم. مانجو؟ ايوه عرنيس. اتفضلوا معايا. الله يخليكي. هناكل؟ يا برنس. يا سبحان الله، اول مره اشوف برنس متاخر. عريتوا البرنسات. اصحى هنتاخر على ترابيزه القمار. يا الله. عايز ايه يا برنس؟ انا رايدك في شيء مهم للغايه. فندم. الست الصغيره مالها كبرت؟ يا خف الدم البرنسات. لا دي جات ومعاها عارف عارف حيوان. حيوان ابن الجناين اسمه علي. دي توسعت المرة دي وجاتوا معاها اتنين حيوانات يا برنس. وفين الحيوانات دول؟ في الجنينة. جنينة ايه؟ جنينة الحيوانات؟ يا خف الدم البرنسات، جنينة القصر سموك. أنا هموتهم بقى وأخلص. يحرق ايه ده؟ أنت خايفة ليه؟ خايفة ليه من البرنسة عايلة؟ أخويا شراني وأحمق، والبندقية ما بتفرقش إيده، ودائماً أبداً بيشترك في مسابقات التيغو. طب ما طالما بيسابق في التيركو، إيه اللي هيخاف منه بقى؟ لا، التنشين على صحون الخزف، على كل إن لو شافني معاك ممكن يضربك بالنار. يضربني بالنار؟ تصدق وطمني بالله؟ أغزه، أغزه ببقه. شيل ايدك من على الورده يا ابن الجنايني. الورده دي مش بتاعتك. ده مين البطريق ده؟ هو ده البرنس علاء يا لمبه فندي. يا راجل امال ماله رفيع في الافلام كده ليه؟ انت واخد كورتيزون ولا ايه؟ ايه يا عم اللولو؟ لو ما سبتش الورده لن اتردد لحظه في ارتكاب اي جريمه. يا عم انت بتكلمنا انا ليه وما هو اللي هو اللي ماسك الورده؟ موجه يسلح ليك ناحيتي ليه؟ تراجع عن اللي بتقوله يا لمبه فندي. اتراجع ايه؟ ده دي تطلع في كل البلف بتاعه وخلص. هتلاقي بنطلون وقميص مرميين على السور. ايه يا عم بلولو؟ ايه يا عم البالونه؟ صدق وطمن بالله اطلع السلاحنيك الوقت اروح رشقك على طول افسيك. هتفسي. اذا هكتب عليك العذاب الطويل والحرمان من الحب. يبقى انت اللي